تتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني. حياكم بالزبدة معكم خالد، واليوم راح نشوف شيء شريته من قبل 5 سنين واستخدمه تقريبا كل يوم في حياتي، وهو من أفضل الأشياء اللي شريتهم. الشيء هذا هو سماعات الكمبيوتر من ماركة بوز. الفيديو هذا ليس أنبوكسنج، لأن هذا الشيء شريته وسويت أنبوكسنج قبل 5 سنين من يوم اللي شريته، وهذه سماعات من أفضل الأشياء اللي شريتهم في حياتي. سعرها 124 دينار، سماعات للكمبيوتر فقط، لأنها تشتغل عن طريق USB. السماعتين هذيلا يوصلون بالبيس، البيس يوصل حق الكمبيوتر، وعندك هنا كنترول حق الفوليوم، إيحاء إن في سماعتين قدام وسماعتين ورا، وهذا الشيء ما شفته من قبل يعني بهل قوة. في سماعات ثانية تسوي لك 5.1 سيميليشن، لكن ما في سماعات تسوي لك إياها بهل وضوح وبهل طريقة. إن لما أنت قاعد تلعب ألعاب يكون في واحد وراك، تعرف انه في شخص وراك، وتعرف ان هذا الشخص بعيد عنك بخمس امتار ولا 10 امتار، لهالدرجة دقيق الـ 5.1 simulation. عمري ما شفت سماعات نفسها. اذا بتشغل 5.1 simulation لازم تدش على الويندوز او الماك، اذا كان عندك جهاز الماك تدش على الاوديو ديفايسز وتشغل 5.1 حق السماعات، لان اول ما تحط السماعات راح تعرف عليها 2.1 وهي سماعتين فقط، لكن اذا غيرت هذا 5.1 يصير عندك سراوند ساوند من سماعتين حق الكمبيوتر تحطهم قدام يم الشاشه. في ناس ما يقدرون يلبسون سماعات الاذن، هذه بيرفكت حقهم حق الجيمنج، مو رخيصه لكن فكر فيها شويه. الصورة هي نص الاكسبيرينس، والصوت هو النص الثاني للاكسبيرينس حق الجيمينج او الافلام عن طريق الكمبيوتر. تخيل انت الكرت الشاشة او الشاشة او المذربورد او البروسيسر يتغير كل 3 إلى 4 سنين. تخيل هذيل السبيكرز ما تبدلهم، خلاص تشتريهم موجودين يم الشاشة وتسمع فيهم، لانه اوريدي معطينك من اقوى اصوات السماعات، فتشتريهم. أشوفها أنا عبارة عن life investment. سماعات من بوز اسمهم companion 5، راح تقط أي سماعة على أذنك هذه اللي تقول لك 5.1 7.1 وحركات وبيس، راح تأخذهم كلهم وتحطهم على جنب، لأن هذين السماعات ما تحتاج غيرهم. صوتهم إذا كان واطي تسمع كل شيء وتسمع الهايز اللوز، ما تشتغل حق التلفزيون أو الريسيفر أو الأبل تي في، لأنها هي تتوصل عن طريق اليو اس بي. تذكر أنها تتوصل عن طريق اليو اس بي، طبعا فيها اي واكس في الكنترول، لكن الأساسي أنك توصلها باليو اس بي وتسوي لها كونفيجريشن حق الـ 5.1 سراوند. وسماعات جبارة، في أشياء شريتهم تحسفت أني شريتهم، لكن هذه السماعة يعني خمس سنين متواصلة ولا يوم تحسفت اني شريت هذه السماعات. من اليوم رايح راح اسوي سلسلة افضل الاشياء اللي شريتها في حياتي وللحين قاعد استخدمهم، وهذه الاشياء راح اعطيها نجمة الزبدة. اللي ما وفى واللي قلبه إذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك، وإذا ما عجبتكم سووا ديسلايك، وإذا عندكم أي سؤال عن السماعات حطوا تحت بالكومنت، لا تستحون. سووا سبسكرايب، السبسكرايب وايد مهم، لأن السبسكرايب مهم. وحياكم بالزبدة.